قناة الشروق، ويعطيك الصحة على الترحيب هذا. يعني كما نقولوا انت تاني كراكي ملكة قناة الشروق. الله يسلمك، الله يخليك. شرف ليا بارزة انك تكوني ضيفتي اليوم وتكوني على مسرح الكازيف. انت تعودتينا انه دائما نشوفك في كل صيف في سهرات الكازيف. احكي لي كيفاش جمهورك، كيفاش؟ والله يا سمية اختي، احنا كازيف ولا شغل دارنا، يعني كل عام يعني نحضروا فيه. وهذا العام يعني كان الله يبارك، كانوا يعني فنانين يعني من كل قطر، يعني من كل ولايه كانوا حاضرين في الكازيف. يعني هذا يعني نفتخر، يعني كل زملاء وزميلات يعني كانوا حاضرين بقوه في هذا الكازيف، في مسرح الكازيف. وانا فرحانه، يعني كنت مبرمجه يوم 29 في مدينه جميله، هي منطقه راسي مدينه الطيف، ولكن الله غالب. يعني كنت مديت الكلمه، كنت خدامه عرس، ويعني عوضوها لي اليوم يعني في السهره هذه، والحمد لله. احنا نقولوا اللي ما قدرش يحضر في جميله ويسمع بارزه وحاب يحضر اليوم في سيدي فرج او يتابع قناه الشروق، هكذا نقولوا له الحافي ان شاء الله. زيدك بارزه، هذه غيبه شويه. يا سميه والله غير راني، الله لا يغيبك. شوفي راني حاضره بقوه في العرس، ودرت يعني هاد الصيف هذا يعني بعد شهر الفاضل شهر رمضان يعني عده جولات يعني في العراس كما نقولوا احنا العائله الجزائريه. درنا الغرب الجزائري، درت الشرق، درت خاصه بزاف بزاف كما نقولوا المديه، الجلفه، يعني العاصمه، يعني لا غالب. شوفي انا وعدت الجمهور يعني باش ما يقولكش يعني راهم يعني يجيبوا بينا الوقت ولا انا نتمنى ان شاء الله كي يكون الوقت الكافي ان شاء الله جديد يعني 100% ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله راح يجدر ان شاء الله، نتمنى له التوفيق قبل ما يجدر ان شاء الله. بارزه خليني نسقسيك، انا قلت اني نسميك ملكه الاغنيه الصيفيه، انت ربما من الفنانين القدامى اللي غناوا الطابع الصيفي، واش رايك ربما في الفنانين اللي راهم الان يأدوا الطابع الصيفي لكن دخلوا له نوع من العصرنه فيه؟ يا سمية هاد الكلام اختي العزيزة، وانا كنت يعني باش شوفي انا نفتخر بالاغنية الصيفية اللي دارت مكان خاص يعني داخل وخارج الوطن. احنا رانا نجولوا يعني خارج الوطن ونشوفوا الاغنية الصيفية يعني تلاقي ترحيب كثير من عند الجالية الجزائرية. الاغنية الصيفية ولا غير نقدر نقول لك سمية اختي، بكري بكري يعني بكري يعني كانوا يقول هنا في العاصمه، هنا في العاصمه، انا بتفكر في العاصمه، كانوا يحشموا بالاغنيه الجزائريه، الاغنيه الصيفيه، يحشموا بالاغنيه النايليه، يحشموا بالاغنيه الشاويه. ولكن الاعوام هذه ولا لينود يعني غني الصيفي. انا نحيي كل فنانين وفنانات الشرق الجزائري، يعني عندهم الرويحه هذيك تاع الصيف كيما نقولوا، سواء عنابه ولا الشاويه ولا قسنطينه ولا سكيكده ولا جيجل. يعني شوفي ما شاء الله كاين اصوات، يعني تشوفي صوت تنسي الاخر. وانا نحيي كامل اللي راهم يغنيوا الاغنيه الصيفيه، خاصه يعني اللي من الشرق الجزائري، خاطش علاه يعطيوك واحد الرويحه، يعطيوك واحد الاستقبار، يعطيوك واحد النكهه هذيك، تحسي كما مثلا الاغنيه القبائليه. انا ماذا بيا نسمعها من عند مطرب قبائلي، ولا الاغنيه الوهرانيه من عند واحد وهراني يعني غرب الجزائري. انا هاد الشباب هادو نشجعهم بزاف بزاف، خاطر شوفي ما كما نقولوا احنا ثقافه مستوى ولاد فاميليا كما نقولوا، يعني عاشرتهم وتجولت معاهم ويقدموا لي يعني الاحترام كما اختي هكذا العزيزه. انا نتمنى لهم ان شاء الله يدعموهم ان شاء الله، ونقول لهم ان شاء الله واصلوا واصلوا واصلوا. ما يقولكش يعني كاين بزاف اصوات، كاين بزاف كاين بزاف اصوات يشوفوهم في المهرجانات، في الاغنيه الصيفيه، في مهرجان الاغنيه الصيفيه. نقول لهم يعني ما تفشلوش، وصلوا، وان شاء الله اغنيه الصيفيه بربي ان شاء الله راهي في مكانها ان شاء الله. ان شاء الله يا يحفظك يعيشك. ربما كلمه لجمهورك باختصار لانك باش تطلعي على روحك على المسرح. يا سمية نشكرك كثير يعني على الدردشه الحلوه هذه، ونشكر كامل ليكيب تكنيك تاع شروق، ونقول للجمهور ان شاء الله يعني درت لكم أغنية راح راح الليل، هي من كلمات وتلحين محبوبتي الله يرحمه، أغنية تاعي. تفاؤل الجزائر درناها في العشرية السوداء، والحمد لله يعني لقات رواج كبير. وكاين زوج أغاني لصديقتي وعزيزتي المرحومة زليخة، والأغنية الأخيرة من التراث الجزائري إن شاء الله. هذا في الألبوم الجديد؟ لا لا، هذا اللي راح نغني في السهرة هذه إن شاء الله بإذن الله. ومقطع دوكا ما تقدريش تمدي لي مقطع؟ هاي ندير لك اللارا اللارا هذه على الأمهات، ولاحة يعني نغنيها في السهرة إن شاء الله. إيه لارا لارا ويا لارا لارا لا غرو ما بيا
من صبني حمام نطير ونعلي نطير ونعلي نوصل لأمي ما نشوفها ونولي المغرومة بيا ومن صبني حمام نحوم فوق كتافها نحوم فوق كتافها بعد لأمي ما مكان خلافها ما أغرومة بيا إلا را لا را ويا لا را لا را ما أغرومة بيا هذه قال امهات ان شاء الله الله يعيشك تحيه لكل الامهات اللي راهم يشاهدوا فينا الان بارك يعطيك الصحه على هذا الحوار شكرا لك تفضلي على روحك المطرح اما انتم مشاهدينا الكرام خليكم تابعوا حفله باريزا نعاود نولي ايوه مساء الخير عليكم. نرحب كاع بالشعب الجزائري 48 ولاية بدون استثناء الله الله عليكم. تحية لالجيري بيان سور الله الله. ما كاش مشكل أنا معكم الصباح سون بروبليم الله الله عليك بافدال. أعطونا تحية على الفرقة الموسيقية. راح راح الليل يا عيني الله الله. ارجع شكون اللي ما يحبش وليدات الجزائر وشكون اللي ما يحبش بنات الجزائر اعطيونا تلويله تغرسينا تلاوي وفيف البلاد وليدات البلاد الله الله عليك يا جمال هذه لاجوناس هذه هاد لا شونسون على بالكم وعلى بالنا كانت في العشريه السوداء التفاؤل على الجزائر والحمد لله بفضلكم فضل خياتنا وخاوتنا تحيا لالجيري بيان سور وراح راح الليل وجات الشمس الصباح الله الله عليك يا جمال نهوان دو دياز الله 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 هيا معنا قاع 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 اها الله 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 راح راح الليلة يا مضموني وجت الشمس تصبح جت الشمس تصبح وطفي قنديلة يا مضموني باش خليلي يا فرحة وباش خليلي يا فرحة والعاشق مسكينة هي مطلوني يدور على المسرارة يدور على المسرارة راح راح الليلة هي مطلوني وجت الشمس الصبحة جت الشمس الصبحة وطفية قنديلة هي مطلوني باش لالجيري تفرحة باش لالجيري تفرحة غنى فوق الجاروة غنى فوق الجاروة قال صباح الخيرة هي مضموني وما جابوش اخباروة وما جابوش اخباروة راح راح الليلة هي مضموني وجت الشمس تصبح جت الشمس تصبح وطفية قنديلة هي مضموني باش خليلي يفرحة وباش خليلي يفرحة يا خالي يا زينة
يا مضوني وجدتك اللبسية وجدتك اللبسية أمس حجب للعينة يا مضوني وعلقت الخمسية وعلقت الخمسية راح راح الليلة يا مضوني وجد الشمس الصبحة وجد الشمس الصبحة وتفيق نديلة يا مضوني بشخلي لي فرحة وبشخلي لي فرحة يا راعي لنعاجة يا مضوني ما تخفلش عليهم وما تخفلش عليهم سيد المحتاج يا مضوني وعينك لا يديهم وعينك لا يديهم راح راح الليلة يا مضوني وجد الشمس تصبح جد الشمس تصبح وتفايق نديلة يا مضوني بشغلي لي فرحة بشغل جريت فرحة بشغلي لي 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 فرحة بشغل جريت فرحة شكرا شكرا الله عليكم ديما فور الله يبارك الله يحفظكم من العين إن شاء الله قولوا آمين وليدات الجيري وذوك روحوا للشاوية وعطونا الأمبيونس والزغراتات الله الله عليكم تولوينا تغراضينا هيا لجوناس في خاطركم كامل الله الله عليكم خموس جبرين عليكم اها انا هنا انا هنا انا هنا والدنيا مازالها طويله الله الله ايوه الله صح حتى وحده قاعده تغنيو معايا يا الله الله اها Thank you.
الصافي ومع الفجرية صوب الرشراش ومع الفجرية أخويا مجد ويعز عليا ونعزيز عليا يا ليلي ليلي بارك الله فيكم الله الله يا هنجلوش يا ويا محبوبي
يا والغريب يروح يا حناني يا نار يا رواح تتعلم يا رواح تتعلم وإذا فيقوا بيك يا هدار وتكلم يا لميمة يا نار يا والغريب يروح يا تغير حلوة يا وين عمر يا يبنك على الجلو يا الومة يا نار يا والغريب يروح الانسان يكون تعبان مي كيشوف الوجوه النيره ارتحنا الحمد لله رانا مع العائله تاعنا الله يبارك بارك الله فيكم. هذه اغنيه في خاطر الامهات تاعنا ربي يطول في عمرهم الحاجات اعطونا تفيقه حره على الحاجات وتحيه الشبيبه تاعنا بيان سوغ الله عليهم. هيا رجونا هيا 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 ايوه يا معنا جا تولوت ايه لارا لارا ويالا لارا المغرومة بيا ايه لارا لارا ويالا لارا المغرومة بيا الله عطونا سعيدة على الحجات والأمهات الله ومن صبني حمامة طير ونعلي نطير ونعل نوصل وي ما نشوفها نولي المغرومة بيا إيه لارا لارا إيه لارا لارا المغرومة بيا نلحق لأمي تحت جناح نتغطى المغرومة بيا إلا رنارة إلا رنارة المغرومة بيا
طابني حمام نحوم فوق الشاف هنحوم فوق الشاف بعد الأمي ما متاي نخلفها المغرومة بيا النار 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 المغرومة هيا جب أخويا صولو 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 هيا معانا 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 دول مور جا 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 زغروتة والويلة الله الله عليكم الله 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 عليكم خمسة جبرين ما شاء الله عليكم ما شاء الله ربي يحفظكم إن شاء الله ديما الجزائريين تبارك الله عليهم ديما خمسة جبرين في كل ميدان الجزائريين تاوعنا الجزائريات ربي يحفظهم كاين أغنية مطلوبة نوليو التسعينات مطلوبة هذه الأغنية في خاطركم كامل نارك يا بو نارين الله الله عليك يا بابدال وجماعة الله الله والصغاري تصغاري توراهم ينا الاسمر ياك احلى العينه ياي انت خبر وما جاش يا وهاي عندي زوج خويات ينا خياتي من بابا ياي وحدة العاصمة ينا الأخرى في عنب هيا معايا 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 هيا جا ثم طلبتها هيا معايا وهاي أجمل خويا حافظين خير منا خمس جبرين عليكم الله الله صلاة النبي Thank you.
ام خالي فيي صحو دموعي وبكيت لينا خلص مريا وليد خالي اوهي هاي خلص مريا يا احلى العين وياي مقطع خبره وما جاشي عندي زوج خويات ويانا خوياتي من يما ياي وحده في وهران ويانا يا الاخرى في العلم يا هاي نارا كابو ناراي ويانا نارو ما تطفاشي ياي لسمريك احنا العين ياي قلت خبروني يا شيا جيت المرض مخالي ياي طاحوا دموعي وبكيت ياينا نشقر يا ولي البنات هيا معايا 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 انتوما ترجعوا عاودوا عاودوا خموس عليكم اوه ربي يحفظكم صلاه اللي عليكم شكرا شكرا زيدونا تحية الفرقة الموسيقية وليكم انتوما شكرا بارك الله فيكم شكرا نفسي شكرا